أهلا بكم. فشل النظام السياسي الذي صممه الأمريكيون في العام 2003 في صناعة أمن حقيقي، برغم الجيوش الجرارة من القوات العسكرية والأجهزة الأمنية والميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة التي تستهلك نحو 60% من ميزانية العراق سنويا، إذ استمرت التفجيرات والاغتيالات والخطف والسطو المسلح وبشكل يومي، والتي أودت بحياة الملايين من العراقيين خلال 16 سنة الماضية. مفهوم وحقيقة الأمن في العراق بعد العام 2003 هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل يمكن اعتبار الأمن الحالي في العراق أمناً حقيقياً ومستتباً ويعتد به؟ ولماذا فشلت المنظومة العسكرية والأمنية بعد العام 2003 في صناعة أمن مستتب وحقيقي برغم إمكانياتها الهائلة والدعم الدولي المتعدد والمقدم لها؟ ولماذا لا يجب التعويل على الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة في صناعة أمن عام جدي وحقيقي في العراق الجديد؟ وهل تدرك قوى السلطة أن الأمن الحالي في العراق هو أمن هش وواهن وغير قابل للصمود بوجه أي متغير أمني داخليا كان أم خارجيا؟ وكيف انعكس تشوه المنظومة السياسية واحتراب أركانها على المشهد الأمني العام في العراق؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، فارح الخطاب، حاتم الفلاحي. أينما وليت وجهك تجد بنادق مشهرة تحملها أياد محلية تتصل بأذرع أجنبية، مهمتها تخريب البلاد قتلا وتهجيرا ونهبا واستباحة لكل ما هو جميل بقي عالقا بذاكرة العراقيين قبل سنين الخراب. أنهك الجيش الوطني ثم فكك وانهار معه حصن العراق العربي مع دخول الأمريكيين إلى بغداد، فدخلت البلاد في نفق امتد ل16 عاما وما زالت نهايته مجهولة. إنها مرحلة الفوضى الأمنية الممنهجة والتلقائية في آن واحد، ممنهجة لأنها بنيت على أساس مشروع طائفي رسمت خرائطه إدارة بوش وأخذ وكالة تنفيذه نظام خامنئي في زمن مناقصات تعهد تدمير الشرق الأوسط. تلقائية أيضا كانت الفوضى لأنها جاءت نتاج حكومات فاشلة تفتقر إلى الضمير الوطني فضلا عن ضعف الجهاز الإداري وفساده. أنشئ جيش جديد على شكل ميليشيا أو شرطة لحماية الطبقة الحاكمة، أنفقت عليه ميزانيات ضخمة دون أن يثبت سطوته على البلاد، وفشل عند أول اختبار في مرحلة ما يسمى استعادة البلاد من يد تنظيم الدولة. اليد الطولى والكلمة الفاصل كانت الميليشيات الطائفية التي داست على هرمية الحكم المعهود وعاثت فسادا أرهب حتى الطيور في أعشاشها. نتائج الفوضى الأمنية كما يصورها الواقع: انعدام الأمن وهو الشرط الأساسي لازدهار أي دولة، كثرة الاغتيالات والتجاوزات، التهجير والتغيير الديمغرافي وتمزيق النسيج الاجتماعي. ليس هذا فحسب، الفوضى الأمنية قادت إلى الانهيار الاقتصادي، فلا مستثمر بإمكانه إنشاء المشاريع لانعدام شرط الاستقرار، ولا الكوادر البشرية قادرة على الإنتاج والعمل. أبعد من ذلك، تركت الفوضى الأمنية أثرها على قطاع الصحة، حيث أن استمرار حالات الاعتداء على الكوادر الطبية جعلت كثيرا من الأطباء يحجمون عن مزاولة المهنة ويفكرون بالهجرة. إلى أين يحتكم العراقيون ضمن قانون الغاب؟ وإلى أين يسير بهم الركب بعد أن فقدوا الثقة بالنوم على ضفاف دجلة والفرات؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في مفهوم وحقيقة الأمن في العراق بعد العام 2003. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، سيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب، والدكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي، ومعنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة اسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي، الخبير العسكري والأمني. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا كالعادة مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، نتحدث عن اليوم عن مفهوم الأمن، حقيقة الأمن في العراق بعد العام 2003، لزاما لابد
أن يتم التطرق إلى مفهوم الأمن، ماهية الأمن بشكل عام، وخاصة الأمن الذي ظهر في العراق بعد العام 2003، هل هو أمن أم لا أمن أو شبه أمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً أستاذ ماجد. هذا يعني سؤال جوهري وحقيقة في صلب الموضوع اللي نتحدث فيه اليوم. الحقيقة كل المفاهيم التي جاءت بعد عام 2003، عام احتلال العراق، لحد اليوم بعد 16 سنة، واضح جداً هي مفاهيم ملتبسة، بدءاً من الوطنية، مفهوم الوطنية، مفهوم الدستور، مفهوم حتى مفهوم السياسة، مفهوم العملية السياسية، مفهوم العدالة، مفهوم كل المفاهيم الموجودة الديمقراطية، غير كلها مفاهيم ملتبسة. مفهوم الإرهاب، مفهوم كل هذه المفاهيم، مفهوم المقاومة، بنظر أنا أتحدث بنظر أصحاب السلطة، أصحاب العملية السياسية ورعاتهم. نعم. كل هذه المفاهيم مفاهيم ملتبسة، مفاهيم مشوشة، غير حقيقية وغير طبيعية، وهذه مقصود العملية. عندما نتحدث عن الأمين، يريدون أن يقولوا من عام 2003 لحد الآن أن مفهوم الأمن في العراق أو في العالم، هكذا يدعون أنه مفهوم أن نزيد عدد الرجال الأمن في الشارع، زيد عدد الأسلحة، زيد عدد السيارات الهامرات الذين يستعرضون، زيد عدد نقاط التفتيش في المناطق، نزيد عدد القواطع التي تفصل المناطق عن بعضها. وهذا ما اخترعه يعني المحتل في عام 2003 عندما قطع مدينة بغداد ومدن كثيرة. نعم. بحواجز كونكريتية وبأسوار، وهذه شيعية وهذه سنية وهذه كردية وهذه عربية وهكذا. هذا جزء والحقيقة الآن عندما يرفع حاجز أو بناء كونكريت الآن باحتفالية كبيرة الحكومة تقوم بها. نعم. وصلت للحد الآن، ما دمنا قد تحدثنا على هذا الموضوع لا بد أن نتطرق إليه، وصلت الحد الآن أنه عندما يفتتحون طريق في ما يسمى بالمنطقة الخضراء. نعم. أو الجسر المعلق، يعتبرون هذا نصر كبير وهذا وإنجاز. جزء. نعم. إنجاز من إنجازات الأمن في العراق. نعم. وهذا الالتباس الحقيقي. الأمن في كل دولة، في كل العالم، ليس عدد الرجال من الشرطة والجيش والأسلحة. الأمن مفهوم شامل، مفهوم فيه تنمية، فيه تعليم، فيه ثقافة، فيه تراكم بناء. لا يمكن أن تقيم أمنا في بلد العدالة به غير متوفرة، في التعليم في أدنى مراحله، في الصحة في أدنى مراحله، في بطالة عالية، في فقر عالي، في ظلم عالي، في معتقلين، في انتهاك لحقوق الإنسان. كل هذه في ميليشيات، في السلاح موفر بيد الجميع، ممنوح للجميع، والسلاح غير محصور وبأنواعه الثقيلة أيضا. وبأنواعه الثقيلة، عشائر وغير عشائر كلها تمتلك السلاح. وتحدثون عن الأمن، فيه اختطاف، فيه قتل في الشوارع، فيه حرق، فيه كل هذه الأمور كلها موجودة. وأنت تتحدث عن أمن، الأمن كل هذه الحلقات التي تحدثنا عنها وأكثر، لا يمكن إقامة أمن في بلد ما في تنمية. أنت تزور كثير من البلدان في العالم. إذا سمحت دكتور، سنتحدث عما هو مطلوب لكي تصنع أمنا أو تقيم أمنا، ما هي المتطلبات؟ نعم. عقيد ركن حاتم في إسطنبول، الحديث عن الأمن ومفهوم الأمن وحقيقته يجرنا الحقيقة إلى الحديث عن العقيدة العسكرية والأمنية التي تم اعتمادها في العراق بعد العام 2003. السؤال، هل ثمة عقيدة عسكرية وأمنية جديدة يعتد بها في العراق؟ ما هي مظاهرها؟ والأهم من هذا، هل مفهوم الأمن يعتمد على أبعاد العسكرية ويقتصر على أبعاد العسكرية والأمنية فقط، أم أنه هذا المفهوم يتشعب وربما أيضا ينصرف إلى ملامح أو مظاهر أخرى أو أركان أخرى لهذا المفهوم؟ نعم، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. نعم، بداية دعني أقول بأن مفهوم الأمن بشكله العام. نعم. هو قدرة الدولة على حماية مواطنيها ومصالحها من التهديدات الداخلية والخارجية، إضافة إلى حماية مواردها. إذن نحن عندما نتكلم عن موضوع الأمن القومي أو الأمن الوطني، هو موضوع شامل لكل قوى الدولة الشاملة المتواجدة، سواء كانوا أشخاص أو كانت موارد أو كانت أراضي لهذه الدولة. ولكن عندما نتكلم عن هذا الموضوع، فأنا أعتقد بأن موضوع الأمن يأخذ أبعاد متعددة، فهناك بعد عسكري، وهناك بعد اقتصادي، وهناك بعد اجتماعي، وهناك بعد ثقافي أيضا. إذن نحن نتكلم عن منظومة متكاملة
يجب أن تتكامل هذه المنظومة ضمن قوى الدولة الشاملة لكي يكون هناك أمن إضافة إلى الأمن الاقتصادي. يعني لو ضربنا مثلا بأن الاتحاد السوفيتي عندما انهار كان يمتلك أكثر من 13 رئيس نووي 13,000 رئيس نووي حربي، إضافة إلى تواجد في أكثر من 20 دولة في الخارج، ولكن انهار الاتحاد السوفيتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي كان يمر بها في تلك الفترة. إذن نحن نتكلم عن مضمون شامل للأمن القومي أو الأمن الوطني، يشمل البعد الاقتصادي وهو بعد مهم جدا، والبعد السياسي وهو أن يكون هناك توافق سياسي في تحديد الأهداف الوطنية العليا لهذه الدولة، والتوافق على استراتيجية متكاملة لجميع هذه الأبعاد لكي ننتج من خلالها أمن قومي متكامل من خلال الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي وإضافة إلى الأمن السياسي. إذن مفهوم الأمن هو مفهوم شامل ومتعدد. مسألة العقيدة العسكرية بعد عام 2003، دائما تبنى العقائد العسكرية على التوجه السياسي لهذا البلد، وهنا السؤال: ما هو التوجه السياسي الآن للعراق؟ هل هو بلد ديني؟ هل هو بلد علماني؟ هل هي دولة مدنية؟ نحن نتكلم حقيقة عبارة عن الحكومات التي توالت على حكم العراق عبارة عن حكومات طائفية لم تستطع من خلال وجود قوات الاحتلال أن تمنح الجيش عقيدة عسكرية واضحة، وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة جدا في بناء هذه القوات التي بنيت على أنقاض ميليشيات تم دمجها في القوات الأمنية خلال قانون إدارة الدولة في زمن الحاكم المدني للعراق برايمر، عندما قام بدمج هذه الميليشيات لكي تكون نواة للجيش العراقي. وبالتالي نحن نتكلم عن ميليشيات طائفية، استخدمت هذه الميليشيات لبناء جيش عقائدي في تلك الفترة. إضافة إلى هذا، نحن الآن نتكلم عن تعدد مراكز القرار في المؤسسة العسكرية، نتكلم عن فساد إداري ومالي كبير جدا في هذه المؤسسة، بحيث رئيس وزراء يتكلم عن وجود فضائيين بأكثر من 50,000 شخص موجودين في 4 فرق عسكرية فقط. إذن نحن نتكلم حقيقة عن منظومة متكاملة في بالنسبة للمنظومة العسكرية، منظومة فساد متكاملة تتواجد ضمن مؤسسات الدولة أدت إلى فشل سياسي وفشل عسكري وفشل اقتصادي وفشل اجتماعي. نحن لم نرى طوال هذه الفترة في العراق أمن، وإنما نرى بأن هناك تهديدات متوالية، كلما انتهى تهديد ظهر تهديد آخر، وهكذا بالنسبة للأمن في العراق. يعني على ذكر الفساد السياسي وربما السياسية الطائفية، قبل يومين كان المالكي رئيس الحكومة السابق يتحدث عن أسباب انهيار الموصل، يتحدث عن فرقة عسكرية اتصل على قائدها ويقول أن هذه الفرقة 60% من عدد أفرادهم من الكرد والسنة وقد هربوا، يعني بهذا التبرير الطافي. دكتور فالح الخطاب، يعني على الرغم من أن موجود أمن الآن في العراق، هش ضعيف واهن إلى أن هناك نسبي هناك أمن، لكن معظم المراقبين العسكريين والأمنيين الحقيقة يعتبرون أن هذا الأمن أمنا هشا متصدعا مقنعا زائفا وغير حقيقي، وهو قابل للانهيار في أي لحظة. لما هذا التقييم السوداوي للأمن في العراق على الرغم من وجود هناك أمن في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو تسمح لي أستاذ ماجد، يعني قد لا أجيب على السؤال إجابة مباشرة، ولكني أحب أن أقول شيء واحد مهم كمقدمة. الاحتلال الأمريكي عندما احتل العراق عمد إلى تفكيك الدولة العراقية، والدولة العراقية بمفهومها الشامل، مؤسساتها، الجيش والمؤسسة الأمنية وبقية الأمور. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن الأمن فقد غاب الأمن نتيجة غياب الدولة. ماذا وقع بعد ذلك؟ وقع بعد ذلك أن الاحتلال عمد إلى خلق شيء أسماه العملية السياسية. هذه العملية السياسية لو نظرنا فيها فهي عبارة عن كيان وظيفي يقوم بمهام معينة متعددة الأغراض متعددة الولاءات، جانب منها يخدم الاحتلال الأمريكي مباشرة، وجانب آخر يخدم إيران تحديدا. وبالتالي فأنت عندما تتحدث كل شيء لا يموت بصلة للعراق في الكيان الوظيفي المسمى العملية السياسية. هناك ولاء لإيران كامل من خلال الميليشيات، اليوم الميليشيات كاملة تخضع بولائها الكامل إلى إيران، حتى الحكومة ما يسمى الحكومة العراقية ليس لها سيطرة على هذه الميليشيات، كل أحد يعلم هذه الحقيقة والمعلومة. لكن هذه الميليشيات الآن مدمجة في مؤسسة اسمها ميليشيا الحشد
أقرت بقانون من البرلمان وتتبع القائد العام للقوات المسلحة وتتحرك بأمره، كيف هي تتبع إيران؟ يعني اسميا هي تتبع القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء، لكن الحقيقة نعلم أنها ذات رؤوس معددة، هاي الرؤوس تتبع إيران، وهي عندها من السلطة الآن بإمكانها أن تستلم مقاليد الحكم في العراق لو شاءت، ولكن نعلم أيضا أن هناك صراع داخل هذه المؤسسة. وعلى ما قال فرح الفياض قبل يومين، قال الحكومة نحن أتينا بها ونحن نستطيع أن نزيحها ونلغيها. نعم. ولذلك الآن الولايات المتحدة اللي هي أقامت الاحتلال جاءت بهذا الكيان الوظيفي كما أصر على تسميته، هذا الكيان الوظيفي الذي يقوم بالأمن الوظيفي، أمن إيران وأمن الاحتلال. أمن الاحتلال الأمريكي الآن يقوم من خلال مؤسسات عسكرية معينة مثل فرقة مكافحة الإرهاب، فرقة ذهبية وكذا. لا لا. هذه الآن شبه معزولة أو مفصولة، وممكن أن نقول أنها تتبع لرئيس الوزراء، تتبع للحكومة، ولكن الحقيقة بقية الميليشيات هي تابعة لإيران. إذن نحن نتحدث عن أمن وظيفي، وظيفته الأولى هي حماية الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال الإيراني، وبقية والفساد، مؤسسة الفساد التي أصبحت مؤسسة كاملة وقائمة، وهي من أنجح المؤسسات في العراق على فكرة، وهي تقوم بتمويل ذاتها بذاتها وتقوم بأشياء كثيرة. إذن الأمن الذي نتحدث عنه هو أمن خارجي، ليس للعراق فيه دخل، وليس لماذا؟ لأن الاحتلال عمد إلى إنهاء الأمن القومي العراقي كمدخل لإنهاء الأمن القومي العربي. نعم، سنتحدث أيضا كيف أن هذا الأمن الهش هو في النهاية أيضا رهينة أو مرهون لأجندات خارجية، صراع إقليمي صراع يعني إقليمي دولي، وطبعا مثال هو الصراع أو الأزمة الأمريكية الإيرانية. الأمن في العراق رهينة أيضا لهذا الصراع. دكتور عبد الحميد العاني في عمان، أولا مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، في العراق الآن جيوش جرارة من القوات العسكرية، من القوات الأمنية، مكافحة الإرهاب، القوات القذرة، السوات، ميليشيات، فرق موت طائفية خاصة، حشود عشائرية، صحوات، بدعم هائل 60% من ميزانية العراق تذهب إلى هذه القوات العسكرية، دعم إقليمي لا محدود ودعم دولي، تحالف دولي من 70 دولة وغيره، دعم متعدد. مع ذلك لم يصنع أمن في العراق، لما؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والأساتذة الضيوف وجميع المشاهدين. يعني عن أي أمن نتحدث ولمن؟ هل هو أمن العراق الوطن بكل ما فيه وعلى رأسهم المواطنين، أم شيء آخر؟ ولماذا هذا الأمن؟ هل هو أمن حتى يعيش المواطن برخاء ورغد، ويقوم كل واحد من أبناء الوطن من المواطنين ومن الحكومة الموظفين وغيرهم بما يجب عليهم لتنمية والتقدم وغيرها؟ هذا كله غير موجود. الموجود في العراق اليوم كما أشار الأساتذة الضيوف هو أمن للاحتلال وأدوات الاحتلال، وخير دليل على ذلك هو أن المواطن هو الخاسر الأكبر مما يسمى اللا أمن حقيقة هو في العراق اليوم. برغم كل هذه الأعداد وهذه المسميات التي ذكرتها، الذي تحقق هو أمن الفاسدين، أمن العملية السياسية التي هي يعني النقطة الأولى والمهمة التي يسعى الجميع حتى كمجتمع دولي لحماية هذه العملية السياسية وللفاسدين. أما المواطن فنحن نرى أنه هو المتضرر الأكبر من ذلك. يعني على سبيل المثال، طبعا هذا لا يحتاج إلى دليل ولا إلى توثيق، لكن لنأخذ مثال في آخر إحصائية في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. نحن لدينا إحصائية شهرية بالمناسبة، هذه الإحصائية توثق وترصد التقارير الحكومية الرسمية فقط. في آخر تقرير في شهر أيار 184 حملة اعتقالات وغيرها، نتجت عنها 533 حالة اعتقال في شهر واحد، رافقها 33 حالة قتل. إذن هذا المواطن هذا الذي يجني، طبعا هذا نتحدث عن ما يصدر رسميا، هذا فضلا عن الاعتقالات والحملات والاغتيالات التي تقوم بها هذه الميليشيات وحتى القوات والأجهزة الأمنية الأخرى، رسمية وغير رسمية، والتي لا يعلن عنها.
فضلا عن العصابات والتهريب وجرائم القطف والقتل. اليوم العراق المواطن هو يعيش حالة لا أمن. إذا كل هذه المسميات التي ذكرتها هي غايتها ليس المواطن، وإنما هي حرايتها حماية هؤلاء الفاسدين وحماية هؤلاء الأجهزة الأمنية التي ترتكب هذه الجنايات وهذه الانتهاكات بحق المواطن. نعم. عقيد حاتم في اسطنبول، يعني من الناحية العسكرية والأمنية المباشرة، لماذا كل هذه القوات، لماذا كل هذه الحشود العسكرية والأمنية والميليشياوية لم تستطع أن تصنع أمنا ولو نسبيا، يعني ولو بنسبة يعني أكثر من 50% لأتحدث، يعني فشلت، هناك فشل في العراق، فشل أمني في العراق. نعم، حقيقة هذا الموضوع يعود لأسباب متعددة. نعم. منها أولا اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، فهناك كثير من المناصب يتم توزيعها حسب وجود الأحزاب السياسية وحسب الطوائف الموجودة، سواء للأكراد أو سواء كانت للسنة أو كانت للشيعة، وهذا بدوره قتل الحرفية. والدليل إذا سمحت لي، نعم، أنه على الرغم من مرور 7 أشهر على تشكيل الحكومة ليس هناك وزير دفاع أو داخلية. نعم نعم، هذا أولا. نعم. المسألة الثانية التدخلات الخارجية. هناك تدخل للولايات المتحدة الأمريكية، الآن يتواجدون بأعداد كبيرة قد تصل إلى أكثر من 10,000 جندي أمريكي يتواجدون في قواعد متعددة، بالإضافة إلى تواجدهم في كردستان العراق، إضافة إلى التدخلات الإيرانية من خلال الأدوات السياسية والعسكرية التي سيطرت على المشهد العراقي وفرضت أمر واقع بقوة السلاح، وهي الآن من تشكل الحكومة. يضاف إلى هذا هناك تهديدات لتنظيم الدولة الآن بالعودة إلى المشهد العراقي من جديد. إذن نحن نتكلم عن تدخلات وتهديدات مستمرة في العراق. يضاف إلى هذا وجود ميليشيات خارجة عن سلطة الدولة وخارجة عن القانون. هذه الميليشيات ميليشيات منفلتة، لا تعمل من خلال سلسلة القيادة العامة للقوات المسلحة أو بإمرة القائد للقوات المسلحة، وهناك ميليشيات عابرة للحدود. هذه الميليشيات سيطرت على المشهد الأمني وعلى المشهد السياسي وحتى على المشهد الاقتصادي، وبالتالي نحن نتكلم حقيقة عن مراكز قوة متعددة عددت القرار السياسي وعددت القرار العسكري، وبالتالي الحكومة الموجودة هي حكومة ضعيفة جدا لا تمتلك من قرارها السياسي شيء، وإنما تتقاضى. عقيد حاتم، على ذكر الميليشيات وأنه هي المهيمنة الآن على القرار الأمني في العراق، الحكومة تتحدث أن هذه الميليشيات كان لها الدور الفاعل وكان على عاتقها مسؤولية كبيرة في دحر ما يسمى قوى الإرهاب، هزيمة الإرهاب، ولذلك هي الأقدر على حفظ الأمن. نعم، هذه القوات يعني تمر البلدان دائما بظروف طارئة، يتم تشكيل قوات رديفة للقوات المسلحة، لكن لا يمكن أن تكون هذه القوات هي بديلة عن القوات النظامية. نعم. وإنما ينتهي دور هذه القوات بانتهاء حالة الطوارئ، ويتم تكريم قسم من هذه القوات حسب ما تنتهجه الدولة من نهج معين في التعامل معها. أما أن تكون هذه الميليشيات تصبح هي القوى الرئيسية وهي التي تعمل أمنياً وعسكرياً على حساب القوات النظامية، هذا لم يجري سابقاً إلا في العراق. لذلك نحن نتكلم حقيقةً عن الميليشيات لا تستطيع الدولة الآن أن تفرض سيطرتها وهيبتها على هذه القوات. والدليل على هذا بأنه كثير من مناطق أهل السنة تم استرجاعها منذ عام 2014، وترفض هذه الميليشيات عودة نعم. النازحين إلى هذه المناطق. إذن نحن نتكلم حقيقةً عن ميليشيات خارج سلطة الدولة وخارج القانون. يضاف إلى هذا بأنه هناك فساد مالي وإداري كبير جدا في أجهزة الدولة المالية والعسكرية والأمنية، وبالتالي نحن نعاني حقيقة في العراق من مشاكل كبيرة جدا حتى في الأجهزة الأمنية. ميليشيات الحشد الشعبي دفعت الكثير من منتسبيها بحيث أصبحوا الآن يهيمنون على القرار الأمني والعسكري وحتى على دوائر الدولة المدنية. لذلك نحن أمام إشكال كبير جدا في هذه القضية. يضاف إلى هذا عدم قدرة الحكومة على إعادة إعمار المناطق التي تم تدميرها من خلال العمليات العسكرية. لا يوجد هناك نهج واضح للحكومة في التعامل مع المناطق التي نعم. تم استعادتها من تنظيم الدولة. لذلك نحن نرى الآن ما يجري من حرائق في هذه المدن أو ما يجري الآن حتى في بعض المناطق التي هي خارج المناطق التي تم استعادتها، مثل ما جرى في النجف قبل أكثر من شهر عندما قامت التيار الصدري بالنزول إلى الشارع وعمل محاكم خارج سيطرة الدولة وحرق مولات واعتقال قسم من الشخصيات.
حقيقة هذا يعطي دلالة واضحة على أنه المشهد في العراق لا يدار من قبل حكومة، وإنما يدار من قبل تيارات ومن قبل مراكز قوة متعددة أدت إلى فقدان الأمن، سواء كانت في المناطق الجنوبية أو حتى في المناطق الوسطى والشمالية. طبعا سنتحدث عن مخاطر اعتماد المنظومة الميليشياوية وفرق الموت الخاصة بديلا عن التشكيلات أو المنظومة العسكرية التقليدية المعروفة في الدول. طبعا بعد الفاصل إذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن مفهوم وحقيقة الأمن في العراق بعد العام 2003. ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1280 أفقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في مفهوم وحقيقة الأمن في العراق بعد العام 2003. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني عبر السكايب من العاصمة الأردنية عمان، ودكتور فالح الخطاب والعقيد حاتم الفلاحي العقيد ركن حاتم الفلاحي من اسطنبول عبر الأقمار الاصطناعية. دكتور، هناك من يتحدث عن أنه واحد من أبرز الأسباب وأقواها لهذا الفشل الأمني المستمر منذ عام 2003 إلى اليوم وعلى كل مستويات أمنية وعسكرية وغيرها هو بسبب المنظومة السياسية المشوهة التي أوجدها الاحتلال بعد العام 2003. هذا الفشل السياسي انعكس على فشل أمني أكبر منه ربما. نعم، هذه حقيقة فعلا، لأن كل أنت تذهب إلى الجذور. نعم. الجذور كل هذه التفرعات، كل هذه النشاطات هي جذور سياسية، والطبقة السياسية الحاكمة للعراق التي جاء بها الاحتلال المحتل هذا الدور الذي تلعبه بهذا الشكل، هذا مطلوب منها أن تلعب دورا بهذا الشكل ويبقى العراق بهذه الطريقة، وإلا كيف تريد أن تقنعني أن هذه المؤسسة يسموها الأمنية لوزارة التخطيط العراقية تتحدث عن أنه لدينا نحو 5 مليون موظف، نصف هذا العدد، هذا وزارة التخطيط الحالية تتحدث. نعم. نصف هذا العدد هم من التابعين للقوى الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي، بما معنى أنه 2.5 مليون نحو 2.5 مليون جندي وشرطي وقوى عسكرية، 16 أكثر من 16 جهاز أمني مختلف بالبلد، والأمن بهذه الطريقة وتفجيرات وقتل واغتيالات، وصلنا إلى فترة من الفترات المفخخات في كل مكان، واستورد المالكي جهاز هو لكشف كرات الجولف، واعتبروا هذا جهاز نموذجي في كشف السيارات المفخخة وكشف التفجيرات، وإذا بالجهاز سعره في بريطانيا 20 دولار وانباع للعراق ب60,000 دولار، واشتروا من عنده آلاف الأجهزة في عام 2009 و2010. بريطانيا ألقت القبض على رئيس صاحب الشركة وحوكم. نعم. محتال وحوكمه وسجن لمدة 10 سنوات. نعم. ولكن أصروا على شراء هذا الجهاز، نفس الجهاز وظل مستعمل والتفجيرات قائمة. هناك صراعات بين كل هذه القوى السياسية، والبعض منهم قال أنه هذه المفخخات تخرج، يتحدثون عن بعضهم، هذه المفخخات وهذا الإخلال بالأمن الذي يحدث بالعراق هو نتيجة صراعات سياسية فيما بيننا، وأنه نعرف إحنا هذه السيارات اللي طلعت من وين طلعت وشون تفخخت وأي حزب فخخها ولماذا.
هكذا يتحدثون. وحتى الآن مقولة في العراق، الرأي العام في العراق تقول هؤلاء إذا اتفقوا سرقونا وإذا اختلفوا قتلونا. فعلا هذه منطقية. نعم. آخر موازنة 2019 عندما يعني وضعوا الموازنة خصصه، وحضرتك كنت تتحدث عن تخصيصات القوى أو المؤسسة، ما يسمونها المؤسسة العسكرية والأمنية. التخصيصات لهذه فقط لوزارتي الداخلية والدفاع، وأضافوا لها النفط والكهرباء. وزارة الكهرباء طبعا لحد الآن، الكهرباء الآن الناس تتظاهر والكهرباء يعني غائب عن العراقيين، ودرجات الحرارة تعبر 50. وزارة الكهرباء أصدرت الحقيقة لست بالساعات المجهزة للمحافظات، وكانت أقل محافظة تجهز بها 15 ساعة، والبصرة 22 ساعة من التجهيز. نعم، والناس تتظاهر وصيحون ماكو كهرباء. الناس تكذب ووزارة الكهرباء صادقة. المهم هذه الوزارات الأربعة فقط استحوذت على نحو 39.5 حوالي 40% من الموازنة. طبعاً احنا عندنا بالموازنة شقين، شق تشغيلي وشق استثماري. الاستثماري صفر، هذا ما عندنا استثمارات، احنا فقط التشغيلي، رواتب ومن ضمنها فوزارة الداخلية والدفاع. فقط وزارتي الداخلية والدفاع 20 تريليون دينار عراقي، معناه انه هذه الوزارات الأربعة مع الحشد الشعبي نحو 45 مليار دولار خصصت لها. واحنا الان هم يقولون انتهينا من الارهاب. وهذه السنه ما بيها ارهاب وما بيها معارك، انتهينا من المعارك، انتهينا من الموصل وغيرها، وقدمنا المدن وانتهت القضيه. وهذه التخصيصات بهذا الشكل، والامن غائب، الاغتيالات غائبه، والناس الاطباء يهجرون، المهندسين يلاحقون، اساتذه الجامعه يقتلون، البلد كله معطل. فانت كل التخصيصات توضع لهؤلاء، وفي الوقت اللي تخصيصات لوزاره الصحه، الناس اللي المرضى، وزارة الرعاية الاجتماعية، التعليم، الزراعة، بلد زراعي، كل هذه التخصيصات لا تساوي 5% من الموازنة، والباقي كله يسرق. أنا شقد عدد الفضائيين، شقد حرامية، شقد خاتلي، أنا ما أعرف هذا العدد، لكن هم يتحدثون عن 1.5 مليون. فحتى يعني عندما أسمع من العقيد حاتم يتحدث عن أنه القوى المساندة في أوقات الطارئة، نعم في أوقات الطارئة صحيح، لكن عندما يكون عندي أنا 2 مليون جندي. نعم، 2 مليون جندي. ما الحاجة 16. إلى هذه التشكيلات؟ ما الحاجة إلى هذه التشكيلات؟ ويوم أمس دكتور سمعت لي فالح الفياض رئيس هيئة الحشد رد على المطالبات بحل الحشد على اعتبار أنه لا حاجة أمنية وعسكرية له في الوقت الحاضر بعد القضاء على الهرب، قال هذا خيار غير استراتيجي وخطير. نعم، لا حل. لذلك أعود مرة أخرى أقول أنه مفهوم الأمن في العراق مفهوم ملتبس. نعم. أنت تذهب إلى بلدان كثيرة لا ترى شرطياً، لا ترى قوى عسكرية، لا ترى مفرزة وقفك، لا ترى حاجزا، لكن الأمن مستتب. الأمن سنتحدث دكتور سمعت لي ربما بس كلمة واحدة، الأمن يتبع لهيبة الدولة. نعم. الدولة عندما تكون مهابة، عندما تكون لها قيمة، المواطن يحترمها وقانونها مطبق والعدالة مطبقة، هذا هو الأمن، وهذا مفقود عندنا بالعراق. على ذكر دكتور فالح الميليشيات، ذكر دكتور رافع الميليشيات وأنها تستهلك القوات الأمنية، هي كلها ميليشيات، حتى القوات الجيش والشرطة هي عبارة عن ميليشيات دمج من عام 2003، تستهلك نصف ميزانية العراق، والنتيجة لا أمن. برأيك لماذا تم اعتماد المنظومة الميليشياوية وفكرة دمج العناصر الميليشياوية، أيضا ميليشيات قادمة من إيران بدر، ميليشيات صنعت أيضا في العراق، بديلا عن قوات عسكرية تقليدية كما موجود في الدول لصناعة أمن؟ هل كان هذا خطأ في التقدير أم هو نهج وسياسة مقصودة؟ والدليل أنها لم تعالج لحد الآن، يعني هذه عملية التخلص من فكرة الميليشيات أو الدمج لا يراد التخلص منها، بل هناك تشبث بها. يعني بعيدة عن نظرية المؤامرة. نعم. التي كلما نتحدث مع أحد يرمينا بوجهنا بهذه النظرية. نعم. هناك الكثير من الناس يوجهون اللوم إلى بول بريمر باعتبار أنه هو من أصدر قرار. نعم، هو وقع على هذا القرار أو هو أعلن هذا القرار، لكن عندما تقرأ الوثائق المنشورة في مراكز الأبحاث الأمريكية سوف تجد أن البنتاغون وقبل احتلال العراق بأشهر درس قضية حل الجيش العراقي، بل أقر هذه المسألة. الجيش العراقي تم حله لأنه جيش قوي وجيش يشكل عقبة كؤود في وجه إسرائيل والمصالح الأمريكية، وبالتالي عندما تحتل أمريكا العراق من العبث أنها تحل الجيش وتشكل جيش آخر،
فحتى أجيب على سؤالك، هي بالتأكيد لا تريد أن تنشئ جيش آخر بديل عن الجيش العراقي الذي حلته. ماذا فعلت؟ فعلت أنها أقامت كما نعلم جميعا، وهذا ليس اكتشاف، أقامت الميليشيات. هاي الميليشيات تعرف توجهاتها وتعرف هي لمن تخضع وأين ومن أين جاءت ولمن ومن تخدم. نعم. وبالتالي هناك الفكرة الرئيسية البسيطة جدا في موضوع العراق هو أنه هذا البلد يجب إنهاءه. هناك فكرة محو العراق، وعلى فكرة هذا كتاب موجود ومترجم اسمه محو العراق، العراق يراد له أن يمحى. هذه عمليات الفساد التي نراها، هذه عمليات الفوضى السياسية التي نراها، الفوضى الأمنية، العبث في الزراعة، في الاقتصاد، في التعليم، في الصحة، ليس له تفسير أبدا إلا أنه إخراج العراق من التاريخ والجغرافيا. العراق يجب أن يخرج، العراق مشكلة كبيرة أزلية منذ القديم، وستبقى مشكلة هذه تبقى مشكلة. وبالتالي الآن الفكرة أن العراق يلغى تماما. يلغى تماما كيف؟ بإعدامه. نعم. صحيا، بيئيا، زراعيا، عسكريا، من كل النواحي. المشكلة الوحيدة الآن في العراق هو أنه هناك يعني مشكلة بين الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، من يفوز بالعراق تماما. أشكرك دكتور عبد الحميد العاني في عمان. يعني أنتم في هيئة علماء المسلمين في كل خطابكم الإعلامي السياسي والإعلامي دائمو التحذير والتخويف، تخويف المجتمع من الميليشيات الطائفية، من ميليشيات الحشد، من فرق الموت الطائفية الخاصة. هذه الميليشيات الموجودة الآن، وطبعا أيضا التذكير بأنها غير قادرة على صناعة أمن، بل هي المشكلة الرئيسية في أو السبب الرئيسي في زعزعة الأمن. هذه الميليشيات الآن هي جزء من المؤسسة العسكرية والأمنية في العراق، مضفى عليها شرعية قانونية بين قوسين من قبل البرلمان، ينسب لها الفضل من قبل الحكومة طبعا في هزيمة ما يسمى الإرهاب واستتباب الأمن. لماذا هذا التخويف؟ لماذا هذا التحذير؟ لماذا هذا التشكيك بالميليشيات، بمسارها، بنهجها، بأهدافها؟ نعم، فعلا نحن ذكرنا أو حذرنا من هذا منذ الأيام الأولى لهذه العملية السياسية ومجيء الاحتلال وإعلان ما أعلنه بول بريمر وما تلاه من أمور. وما يظهر اليوم على أرض الواقع في البلاد هي خير دليل على هذا التحذير. يعني بعيدا عن الذي ذكره أيضا الأساتذة قبل قليل من قضايا الإرهاب وما ذكر من شماعة دائما توضع عليها هذه الأمور، نتحدث اليوم عما يلاقيه المواطن من أحداث أو من جرائم جنائية. من الذي يرتكب هذه الجرائم الجنائية اليوم؟ من الذي يقوم بعمليات أخذ ما يسمى باللهجة العامية الخاوات، يأخذ من الناس أموالا؟ من الذي يرتكب جرائم سرقات واختطاف ونهب إلى آخره؟ من الذي يقوم بذلك؟ كل الأدلة اليوم، يعني الشارع العراقي اليوم كله يتحدث عن قيام هذه الميليشيات التي أصبحت هي اليوم تحت غطاء رسمي. الآن نأتي إلى السؤال، لماذا هي؟ لأنه كما قلت قبل قليل أن غاية هذه الميليشيات هي ليست حماية المواطن وإنما حماية هذا الفاسد، حماية هذا السياسي. نأخذ مثال على ما يحدث اليوم في قضايا الجنائية التي يتعرض لها المواطنون. الأحداث الأخيرة في حرق آلاف الهكتارات أو الدونمات زراعياً، لم تستطع الحكومة اليوم أن توقف هذه الجرائم ولا أن تلقي القبض على فاعلها، بل الأدلة والشواهد تقول أن هذه الميليشيات هي التي من يرتكب هذه الحرائق. والعجيب أنه يأتي رئيس الحكومة بدلاً أن تستنفر الحكومة أجهزتها للتصدي لمثل هذا الأمر لحماية المواطن وممتلكاته، نرى يستخف بمثل هذا الأمر ويستصغر هذا الرقم ويقول 40,000 دونم وإلى آخره، وكأنه شيء قليل جداً. هذا قمة الاستهتار بأمن المواطن. إذن هذه هي منظومة متكاملة همها حماية أمنهم. نعم. أمن العملية السياسية، أمن الفاسد، حتى يستمر في ارتكاب فساده، في نهبه للمال. نعم. العام، واستمراره في هذا المنصب، واستمراره في انتهاكاته وجرائمه جميعا. أما المواطن فهو المجني عليه في هذا الأمر كله. نعم. عقيد ركن حاتم، أنت تعلم أن القرار اليوم، قرار الدولة العراقية السياسي والأمني وغيره طبعا من القرارات، هو بيد ميليشيا الحشد وبقية الميليشيات.
ولها اليد الطولة في العراق. إذا كانت هذه غير قادرة أو هناك تشكيك بعدم قدرتها على صناعة أمن، بل هي جزء من مشكلة من صناعة اللا أمن في العراق، ما هو البديل المؤهل عسكريا وأمنيا ليناط به مسؤولية الأمن في العراق برأيك؟ نعم، بداية دعني أعرج على مسألة البعد السياسي شيء قليل ثم أربطها مع الإجابة. نعم، في البعد السياسي يجب أن يكون هناك توافق سياسي على مصالح الدولة العليا. إذا كانت الحكومة قادرة على أن تصنع مثل هذا التوافق، يمكن أن نقول يمكن أن يؤسس إلى أمن قومي لهذا البلد، ولكن المشكلة بأن الحكومة ضعيفة إلى درجة بأنها غير قادرة على أن تستكمل تشكيلة وزارية منذ أيار عام 2018، ونحن الآن في حزيران عام 2016 وهي غير قادرة على أن تستكمل كابينة وزارية. كيف لها أن تبدأ بمشروعها أو برنامجها السياسي لكي ينفذ؟ دولة ضعيفة غير قادرة على أن توفر الخدمات، مشاكل كثيرة جدا، خزينة الدولة خاوية إلى درجة بأنها لا تستطيع أن تواكب متطلبات الشعب اليومية وتوفير الخدمات لهم سواء كان في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال، إشكالات كبيرة جدا الآن في 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 البلد. جميع هذه الأمور تعطي دلالة واضحة على أنه ليس هناك توافق سياسي يمكن أن يبدأ من خلاله ببناء أمن قومي لهذا البلد، علما أن التوافق السياسي يعتبر هو العمود الفقري لبناء أمن وطني في العراق أو في أي بلد آخر. إضافة إلى هذا المسألة الاقتصادية، أما مسألة البديل في العراق، المشكلة بأنه من يسيطر على زمام الأمور هي ميليشيا الحشد الشعبي، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك بديل الآن في 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 هذه الظروف، لأنه القوات الأمنية غير قادرة الآن على مواجهة لا الحشد الشعبي وليس قادرة على حتى حماية العراق. المشكلة الكبيرة بأنه عندما توضع الاستراتيجيات لبناء أمن قومي يجب أن تكون هناك دراسة حقيقية للتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها البلد، التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية. المشكلة بأن هناك قراءة خاطئة للتهديدات الخارجية، عندما تتكلم إيران وتقول بأن لدي 100,000 جندي في العراق و 100,000 جندي في سوريا، إذن نحن نتكلم حقيقة عن إشكالات وعن ولاءات خارجية موجودة في البلد وأصبحت تسيطر على القرار الأمني والعسكري والسياسي. نحن أمام إشكالية كبيرة جدا، حتى الوجود الأمريكي الآن في العراق أنا أعتقد بأنه لحد هذه اللحظة لم يستطع أن يوازي مع التواجد الإيراني الموجود في العراق. نحن أمام إشكالية كبيرة جدا، تدخلات خارجية في الملف العراقي، مشاريع تتصارع في العراق، مشروع إيراني ومشروع أمريكي، هناك ولاء لكثير من الجهات الأمنية بما فيها الحشد الشعبي. على ذكر ربط الأمن في العراق بالأجندات أو الصراعات الإقليمية والدولية، قوى السلطة الموجودة الآن في العراق هل تدرك أن هذا الأمن مجير للأجندات الخارجية إقليمية دولية إقليمي دولي، وهو بالنهاية أمن هش وواهن وغير قابل للصمود بوجه أي متغير داخلي أو خارجي، أم أن هذه السلطة يعني منفصلة عن حقيقة الواقع هي في وادي آخر؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه هناك تهديد لهذا العامري قبل أثناء تشكيل الحكومة بأنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في الحكومة سيتم إسقاطها خلال شهرين. الآن يتكلم فالح الفياض عن هذه الحكومة التي نتكلم عنها ويقول بأن هذه الحكومة من صنعها الحشد وهو من يستطيع أن يغيرها. نعم. إذن حقيقة نحن أمام إشكالية كبيرة جدا، الدولة ضعيفة بشكل كبير جدا، غير قادرة، ليس لديها قرار سياسي. العراق يفتقد إلى السيادة في قراره السياسي الآن بشكل كبير جدا، هو يتبع لأجندة خارجية وهناك فرض لسياسة الأمر الواقع تقوم به ميليشيات الحشد الشعبي، هناك استبدال لتنظيم الدولة بميليشيات الحشد الشعبي في مناطق كثيرة من مناطق العراق. الحكومة غير قادرة على أن تقف التجاوزات التي تقوم فيها في ديالى وفي مناطق أخرى من العراق. هناك إشكالية كبيرة جدا الآن في مسألة فرض الأمن، لأن الدولة عاجزة عن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون. يجب أن تكون هناك عدالة اجتماعية، يجب أن تكون هناك مؤسسة عسكرية قادرة على أن تواجه التحديات الداخلية والخارجية، يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة لبناء أمن قومي يشمل البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الاقتصادي ويشمل أيضا مصالح العراق الداخلية والخارجية. يجب أن يكون العراق بمنأى عن كثير من الأمور التي تجري في المنطقة لكي يمكن له أن يبني منظومة أمن. على ذكر أن يكون العراق بمنأى عن التدخلات أو الأجندات الخارجية، دكتور رافع الفلاحي، يعني في ضوء ما يمكن تسميته الآن بسيولة الدولة
بتحلل الدولة، وفعلا الدولة تحللت عام 2003 وهيمنة الميليشيات الطائفية عليها، وخاصة القرار الأمني هو بيد الميليشيات المرتبطة طبعا بإيران وتتحرك في ضوء البوصلة الإيرانية فقط، ما هو مستقبل الأمن في العراق؟ كيف يسير؟ كيف يمكن استشراف هذا المستقبل؟ مستقبل مظلم أكيد. أنت تريد أن تصنع سيادة، تريد أن تصنع استقلال، تريد أن تصنع اقتصادا جيدا، تعليما جيدا، رعاية صحية جيدة، مجتمع جيد، تريد أن تقضي على البطالة، زراعة جيدة، كل هذه المقومات يجب أن تصنع دولة أولا. نحن في زمن لا دولة في العراق، وصناعة الدولة تحتاج إلى فكر سياسي، وفكر سياسي وطني، فكر سياسي يراعي الوطن، يراعي الإنسان، يحفظ كل ممتلكات الوطن وكل ممتلكات الإنسان وكل حقوقه وكل كرامته يحافظ عليها. هذا غير موجود. أنت تريد أمن، عليك أن تصنع الدولة أولا، وصناعة الدولة تحتاج إلى فكر سياسي. هذا الفكر اللي موجود، هذه العملية السياسية، هذه لا دولة الآن الموجودة لا يمكن أن تصنع أمنا، لا يمكن أن تصنع اقتصادا، لا يمكن أن تصنع تعليما، لا يمكن أن تصنع رعاية صحية، لا يمكن أن تقضي على البطالة والفقر وضياع اسم العراق وهويته وسيادته واستقلاله. لا يمكن أبدا المطلوب أن يبقى العراق بهذا الشكل. الأمن في العراق وكل المسميات الأخرى اللي تحدثنا عنها ستبقى غائبة بغياب الدولة. العراق بلا دولة الآن، العراق لا دولة الآن. نحن بحاجة إلى بناء دولة، وبناء الدولة يحتاج إلى رجال ومشروع وطني ورجال يحرصون على العراق و ينتمون للعراق، لا هؤلاء الذين جاءوا ما عرفوا منين وينتمون إلى الخارج ولديهم أجندات ولديهم فساد ولديهم خراب. المفارقة دكتور، قسم من شركاء العملية السياسية اجتمعوا يوم أمس، وكان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع طبعا حسب ما أعلن هو لتقويم مسار العملية السياسية، يعني إطلاق مشروع لتقويم مسار العملية السياسية. هذه نسمعها من 16 سنة. نسمع نفس القضية. التقويم ونحتاج إلى تقويم، هذه كذبة كبيرة، وهذا الجسد ميت وعفن لا يحتاج إلى، هذا يحتاج إلى أن ندفنه. يعني مو منحرف حتى يرجع إلى سكته؟ لا أبدا. هذا جسد مات وتعفن من أول لحظة، هو ولد ميتا ومتعفن وأمراض من عنده تخرج، ويجب أن ندفنه حتى نرتاح ونريح العراق. هذه الحقيقة. أما إصلاحه وإعادته إلى السكة، لا سكة موجودة يعني ولا إصلاحه. هذا الآن دكتور دوامة اللا أمن ومظاهرها من القتل والتفجيرات ستبقى والخطف مستمرة. ستبقى مستمرة؟ نعم. ما دام العراق بلا دولة، بلا سيادة، بلا استقلال، العراق مطلوب منه أن يبقى ضعيفاً، وبقاء ضعيفاً يعني بلا اقتصاد، بلا أمن، بلا أمن اجتماعي، بلا صحة، بلا كل شيء، بلا تعليم. وهذه هي الحقيقة، وهذا ما موجود خلال 16 سنة. هذه هي الوظيفة المطلوبة من كل هؤلاء الذين يحكمون العراق. دعك من الحديث المنمق، أحاديث وأسماء وطنية، والحزب الوطني والحزب الماء، كلها أسماء كاذبة ووهمية، ويراد منها اللعب على الناس ويستغلون عباءة الدين وعباءة الفتاوى بطريقة وأخرى، ويستغلون كل شيء لأجل مصالحهم، لأجل فسادهم، لأجل تخريب العراق. هذه القضية بشكلها النهائي. شكرا دكتور. مشاهدين الكرام، بهذا نصل لأختام هذه الحلقة التي بحثت في مفهوم وحقيقة الأمن في العراق بعد العام 2003. لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا هنا في الاستوديو، دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الفالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، وأيضا العقيد الركن حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري، كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول، وكان معنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عبر سكايب الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.